السلام الله عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي من خلاله ساشارك معكم جميع تصريحات الكوتش جمال بالماضي ورسالته ايضا للجماهير الجزائريه. صراحه جمال بالماضي كانت عنده تصريحات قويه، راح نشاركها معكم كلها ان شاء الله في هذا الفيديو، خاصه عن رده فعله عن مجموعه المنتخب الوطني الجزائري وايضا الاستحقاقات القادمه. وكانت عنده رساله ساشاركها معكم ان شاء الله في هذا الفيديو. وايضا في نفس السياق راح نشارك معكم تصريحات لاعبي المنتخب الوطني الجزائري، اين تحدوا جميع الخصوم في القاره السمراء من اجل الحفاظ على اللقب القاري الا وهو كاس افريقيا. وايضا راح اشارك معكم موضوع صراحه استفزني بشكل كبير جدا، احد لاعبي يعني المزدوجي الجنسيه والذين ينحدرون من اصول جزائريه بداوا يعني صراحه بالاستهزاء بالمنتخب الوطني الجزائري وحتى بالجمهور الجزائري. وعندي رساله مهمه جدا لكم ساتركها في نهايه هذا الفيديو، راح نتكلم عليها في يعني بضعه اسطر. هذا ما سنتعرف عليه ان شاء الله في هذا الفيديو. فاذا كنتم تشاهدون للمره الاولى لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. واخيرا اعزائي المشاهدين، واخيرا يعني اصبحنا نشاهد قرعة كأس افريقيا بدون توتر، بدون خوف، بدون ان يعني نكون متخوفين او متوترين يعني ماذا ستسفر لنا القرعة بطبيعة الحال في السنوات الماضية قبل ان ياتي الكوتش جمال الماضي اللي ربي يكثر له خير ان شاء الله. يعني كنا صراحة متوترين وكنا نحسبوا الف حساب، يعني كيفاش راح تكون قرعة كأس افريقيا، يعني ما هي المجموعة اللي راح تكون فيها المنتخب الوطني الجزائري، ان شاء الله ما نكونوش مع هذا المنتخب القوي وان شاء الله كذا وكذا وكذا. ولكن عزيزي المشاهد، مع الكوتش جمال الماضي يعني اصبحنا نحن المرعبون صراحة، اصبحنا نحن المنتخب المرعب. فصراحة وصلتني العديد من التصريحات في الفترة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي من مشجعي ومتابعي هذه القناة، يعني قائلين باللي ما كناش متوترين، يعني بل نحن هم اللي كنا موترين المنتخبات الأخرى، فسيراليون وأيضا المنتخبات اللي كنا معها بطبيعة الحال كانوا مرعوبين جدا. حتى الإعلام الفرنسي شاهد على هذا، يعني جميع الصحف تقريبا الفرنسية قالت باللي أنه المنتخبات الإفريقية يعني صراحة متخوفة من المنتخب الوطني الجزائري ومتمنية ألا تكون معها في نفس المجموعة. فشكرا جمال بالماضي. المهم ننتقل الآن إلى تصريحات لاعبي المنتخب الوطني الجزائري بعدما أن أسفرت لنا قرعة كأس إفريقيا عن مجموعة المنتخب الوطني الجزائري وبعدما أن تعرفنا على منافسينا. عندنا تصريح بالقبلة، هاريس بالقبلة كان أول مصرحين للصحفي الموثوق مؤمن أيد قاسي، صرح له قائلا: صحيح أن كل المنتخبات تريد الإطاحة بنا، لكن في الوقت نفسه يعني نحن أبطال إفريقيا وسنعمل على فرض قوتنا وواقعنا فوق أرضية الميدان. هذا تصريح قوي وتصريح يتحدى به جميع الخصوم، وطبيعة الحال يعني المنتخب الوطني الجزائري الكل يريد الإطاحة به من أجل أن يتحصل على ذلك اللقب، لأنه يعني فاز على المنتخب الوطني الجزائري بطل كأس إفريقيا لسنة 2019 وينتسب له هذا اللقب وهو البطل. يعني الكل يريد الإطاحة بالمنتخب الوطني الجزائري حاليا من أجل فك هذه العقدة الإفريقية التي أصبحت للمنتخبات اللي نحن رانا مشكلين عليها رعب ما شاء الله عز وجل. أما اللاعب الثاني وهو إسماعيل بن ناصر، صرح قائلا: نحن مستعدون لفعل كل شيء من أجل الحفاظ على لقبنا القاري. هو أيضا تحدى جميع الخصوم، بينما أيضا عدنا نوف الخاسب صرح قائلا: سعيد بالعودة إلى قائمة جمال بالماضي الموسعة، أتمنى أن أكون في كتيبة المنتخب الوطني الجزائري للدفاع عن لقبنا في الكاميرون. رسميا يعني نوف الخاسب قد استدعاه الكوتش جمال بالماضي ولكن للقائمة الموسعة، فإذا عجبوه في التدريبات وفي المعسكر التدريبي القادم يعني راح يكون إن شاء الله في يعني القائمة النهائية، فتمنيتنا لهم بكل التوفيق. ننتقل الان الى تصريحات الكوتش جمال بالماضي، حيث صرح قائلا باختصار شديد لنا يعني كرساله لنا قائلا: انتم تفكرون في كاس افريقيا ومبارياتها، وانا حاليا افكر في مباريات سبتمبر، واقصد تصفيه كاس العالم ولقاء جيبوتي وبوركينا فاسو، علينا التركيز ثم التركيز. جمال بالماضي ما كانش مركز مع قرعه كاس افريقيا، اكثر ما راح مركز على المباريات القادمه من اجل الحصول على الورقه يعني العابره لمونديال قطر سنه 2022. فنتمنى له كل التوفيق. صرح قائلا: علينا ان ندخل بقوه في تصفيه كاس العالم، لدي احترام كبير لمنتخب يعني جيبوتي ومدربهم، وهذا الاحترام يعني علينا ان نظهره بالفوز وان نكون حاضرين بدنيا تكتيكيا وايضا نفسيا. قائلا: درسنا منتخب بوركينا فاسو واتابع لاعبية عن كثب، اعلم ان الجميع لم يبلغوا يعني بعد الجاهزيه وبعضهم يعاني من الاصابات مثل رامي بن سبعيني. رامي بن سبعيني تعرض للاصابه ولكن عاد الى التدريبات، مثل ما اكد لنا جمال الماضي ما زال يعني من الإصابة. بالقبلة نفس الشيء لبالقبلة وبالناصر، وقائلا: سنحاول التعامل مع هذه العوامل إن شاء الله.
وقائلا في نفس السياق، من الصعب جدا تحقيق كأس أمم إفريقيا للمرات الثانية على التوالي، بلوغ القمة صعب والبقاء فيها أصعب. ولكل من فرنسا وألمانيا والجزائر سنة 2014 أمثلة، سنحاول عدم تكرار هذه السيناريوهات. قائلا في نفس السياق، يعني بعد الفوز بكأس أمم إفريقيا الأخيرة لم نتوقف عن العمل، وما زلنا يعني بنفس العزيمة والإصرار لتحقيق المزيد. وقائلا، سنواجه منتخب كوت ديفوار في مجموعتنا، والذي كانت مباراة أمامه واحدة من أصعب مباراتي كأس أمم إفريقيا سنة 2019، ولكن مجموعتنا متوازنة في إفريقيا، لا يوجد فريق صغير، عنصر المفاجأة وارد، وعلينا أن نكون جاهزين وأذكياء. كأس أمم إفريقيا بطولة قوية جدا، وإذا أردنا الذهاب بعيدا علينا مواجهة منتخبات كبيرة. نحن لن نخشى ولن نستصغر أي منتخب، فقط يجب أن نكون جاهزين للجميع وأن نتعامل بذكاء مع مختلف الوضعيات. في نفس السياق، قائلا، لا أفضل أي منتخب على حساب آخر، كل المنتخبات بالنسبة لي لها عاملها الفني والبدني والنفسي. الكان بطولة قوية جدا أيضا، وأعيدها، لا يوجد أي منتخب صغير وأتمنى مواجهته ولا منتخب كبير أخشاه. قائلا، في كأس أمم أفريقيا بمصر طالبت الصحافة الجزائرية بعدم تقديمنا في صورة المرشح الخارق تفاديا للضغط، لكن الآن ليس لدينا ما نخبئه في الكاميرون، بدون شك سنكون ضمن المرشحين سواء أخفينا ذلك أم لا. اشتقنا كثيرا لأجواء المباريات، وقد حاولت التواصل مع الشعب الجزائري في الأيام الماضية والحديث عن الكرة، لكن كان من الصعب الحديث عن كرة القدم في ظل ما عشناه مؤخرا. أتمنى الخير للجزائر وللشعب الجزائري، فتمنيت له بكل توفيق في قادم المواعيد، وكلنا جمال الماضي، وطبعا كلنا سنشجع المنتخب الوطني الجزائري بروح يعني كبيرة جدا، فنتمنى لهم كل التوفيق. ننتقل الآن أعزائي المشاهدين إلى الخبر اللي قلت لكم عليه، لأنه استفزني بشكل كبير جدا. هو ليس بخبر، ولكن كان هنالك بعض اللاعبين مزدوجي الجنسية، إما رفضوا المنتخب الوطني الجزائري، أو إما حاليا يفكرون في المنتخب الوطني الجزائري، أو يفكرون يعني من أي منتخب سيمثلون. وعندنا بعض اللاعبين الآخرين يستفزون الجمهور الجزائري والمنتخب الوطني الجزائري، وأنا بغيت نوجه لكم رسالة صراحة. طبعا عندنا احد لاعبي يعني المزدوج الجنسيه، يعني عنده اصول جزائريه، وهذا اللاعب اللي نتكلم عليه هو شقيق ميكائيل اوليز او ميشيل اوليز، يعني لاعب نادي يعني كريستال بالاس حاليا، يعني هذا هو شقيقه الدائرة أمامكم، المنتقل حديثا إلى نادي تشيلسي للفئة يعني 17 سنة أو 18 سنة على العموم. فهذا اللاعب بما أنه من أصول جزائرية، يعني وصلت العديد من التعليقات والعديد من الرسائل، يعني وقتاش جيت مثل المنتخب الوطني الجزائري؟ وهنا كان المغزى الكبير، يعني أصبحوا يستهزئون بنا كي رانا نقول لهم روحوا مثل المنتخب الوطني الجزائري. فماذا بكم أعزائي المشاهدين، ما تقيموا حتى لاعب، اللي باغي يجي للمنتخب الوطني الجزائري هو اللي يفرض نفسه، هو اللي يقول باللي انا نتمنى نلعب مع المنتخب الوطني الجزائري، مش احنا اللي نروحوا لعنده اعزائي المشاهدين. لانه كما تشوفوا عندنا احد اللاعبي يعني المنتخب الانجليزي، كما تشوفوا الصور الظاهره امامكم، هذا لاعب منتخب انجليزي يحمل رقم 7 للفئه 20 سنه او الفئه 16 سنه او 17 سنه. المهم صرح قائلا كوم تو بلاي فور الجيريا، يعني واش دخل هذا اللاعب مع المنتخب الوطني الجزائري؟ ما عندوش اصول جزائريه كما اعتقد. فقال لهذا اللاعب الذي يحمل اصول جزائريه شقيق ميكائيل يعني أوليز، يعني صرح له وربحت تلعب مع المنتخب الوطني الجزائري. فسبب هذه التصريحات وسبب هذا التصريح من هذا اللاعب الإنجليزي، هو متأكد 100% أنه هذا ريتشارد أوليز، يعني حكى لهذا الصديق نتاعو وقال له بالله راه توصلني العديد من الرسائل، الآلاف المئات من الرسائل، يعني باه نجي نمثل المنتخب الوطني الجزائري. وطبعا كان هذا هي ردة فعله، كان عمل هذه الإيموجيات وكأنه يسخر من الكم الهائل الذي وصله من يعني الأسئلة المتكررة، وأيضا يعني من الجمهور الجزائري اللي يقول روح تلعب للمنتخب الوطني الجزائري. انا نقول لحمد ربي كي راه عندك منتخب يقول لك روح تلعب معانا، وعندك جمهور يقيمك ويقيم مستواه ومدى به يشوفك تحمل الوان المنتخب الوطني الجزائري، ولكن باه تستهزأ بالجمهور الجزائري والمنتخب الوطني الجزائري، هنا نوضعوا نقطه ونعود الى الصدر. ما عندناش لاعب اذا مشاهدين نحشموه بيجي للمنتخب الوطني الجزائري، اللاعب اللي باغي يجي يلعب المنتخب الوطني الجزائري هو اللي يفرض نفسه، هو اللي يقول انا اتمنى ان العب المنتخب الوطني الجزائري. وصراحه الاماكن يعني محجوزه في المنتخب الوطني الجزائري، قليل وين اللي راح يلقى بلاصه إلا إذا كان عنده مستويات خارقة للعادة صراحة. فرسالتي لكم، ما تقيموش اللاعبين هذو اللي راهم عاد ناشئين ويعني تضغطوا عليهم أو شيء من هذا القبيل. فاللي بغي يمثل المنتخب الوطني الجزائري يمثله عن قناعة وليس عن ضغط، ويعني ما نوصلوش روحنا وين هما اللي يعني يوليو يستفزونا ويعملوا هالتعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي. هذه هي كانت رسالتي لكم، فأتمنى أن هذا الفيديو قد نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.